كنا حكينا في البارتي الاولانيه من السيريه دي اللي كيفاش تنجم تعمل بروجرام الخاص بك انت حسب الاهداف نتاعك حسب الاكسبيريونس نتاعك. حكينا في البارتي هذيك على البروتوكولات اللي تنجم تستعملهم وكيفيه تقسيم البروجرام نتاعك. حكينا في البارتي الثانيه على الفاريبلز هذوما وحكينا كيفاش تنجم تتحكم فيهم باش تعمل البروجريسيف اوفرلود اللي هو العنصر الاساسي باش يدفع الكتله العضليه نتاعك للنمو. وبدينا نفكوا في الهرم هذايا وحكينا اول حاجه بدينا نحكيو فيها اللي هي الفوليوم وعدد السيريات اللي باش تقوم بهم في البروجرام تاعك. وحكينا بعد على الانتنسيتي اللي هي تتمثل في اللود الشارج باش تقوم به والايفور وكيفيه تقييم الايفور هذايا بالريار والار بي اي. وحكينا على الفريكونسي اللي هي قداش باش تمرن العضله نتاعك من مره في الجمعه. دونك كان مازلت ما تفرش في زوز بارتيات هذوما مهم جدا انك تتفرش فيهم باش تفهم اكثر شنو باش نحكيو في البارتي الثالثه باش هكاك تكون الصوره كامله والصوره شامله. في البارتي الثالثه هذه باش نحكيو على الاكسرسايز سيليكشن واكسرسايز اوردر اختيارك للتمرين وترتيبهم في البروجرام تاعك الراحه ما بين السيري والسيري. وباش نحكيو زاده على التيمبو اللي تخدم به السيري نتاعك والريب كنا سبقنا حكينا عليها مع الانتنسيتي. دونك ما تنساوش باش تفرجوا في زوز بارتيات الاولانيين باش تلقاكم لهنا باش هكاك تكون الصوره اوضح. يلا بدينا. السلام عليكم كابتن ومرحبا بكم في السيريه دي اللي خاصنا كيفاش باش نعملوا البروجرام الخاص بينا كل واحد وحده ياخذ ورقه وسيلو في الدار ويبدا يسطر ويخندب ويعمل بروجرام وجدول تمارين يتماشى معاه ويتماشى مع اهدافه وتلقاه فاهم الفاريبلز هذوما ويعرف يتحكم في الحاجات هذوما باساليب علميه بطريقه علميه ويكون واضح كل شيء وما يقعدش تائه ويلوش في المعلومه منه ومنه وتتمهمش عليه الحكايه ويذيع. نعرف برشا ابطال شيخوا على السيريه دي وبرشا ابطال تحلت لهم وفوق وباش يوليو يعرفوا البروجرامات الخاصه بهم هما وباش يوليو يلقاو الريزلتا المهمه والريزلتا اللي هما حاجتهم بها. باش تشجعوا البطل باش يواصل ويزيد يعطيكم فيديوهات كيما هكايا ما تنساش باش تعمل لايك وتسبسكرايبي وخاصه تبارتاج فيديو مع اصحابك وتفعل الجرس باش هكاكا يوصلك اشعار اول ما تهبط فيديو جديد. لنا من المحبذ والمنصوح به في اختيارك للتمارين وترتيبها في الحصه او في الميزوسايكل بتاعك ككل اختيارات عامه من المحبذ انك تبدا اكثر وتركز اكثر على الكومباوند اكسرسايزز اللي باش تستعمل فيهم الجسم بتاعك اكثر من مفصل في الحركه الواحده على سبيل المثال ليج بريس سكواد بنش بريس الخ. دونك لهنا من الذكاء زاده انك تستعمل التمارين هذه في بدايه الحصه بتاعك وهذا راجع اللي التمارين هذوما باش كيما قلت باش تستعمل فيهم اكثر من مفصل وهذا باش يخليك تستنفذ اكثر الطاقه بتاعك وتاخذ برشا انرجي. دونك من الذكاء انك تحطهم في اول الحصه بتاعك مقارنة بالتمارين نتاع الايزوليشن اللي بستعمل فيهم تقريبا مفصل برك على سبيل المثال الكير لاترال ريزس او الدمبل كير. لهنا الانرجي اللي باش تستهلكها النوعيه دي نتاع التمارين ماهيش برشا. دونك من المحبذ انك تخليها في اخر الحصه وتكثر اكثر وتركز اكثر على الكومباوند اكسرسايز اللي باش تدفع الجسم نتاعك للنمو العضلي. لكن هنا لازم يكون فما ذكاء في استعمال التمارين وذكاء في تقييمك للتمرين وشده التمرين باش ما تاكلش الانرجي نتاعك الكل وتعرف كيفاش توظفها على الحصه الكامله. لنا نجي نشوفوا من ناحيه الهيبرتروفي نلقاو دراسه جديده اتعملت في جويلي 2019 عملوا مقارنه ما بين تمرين البايسبس كيرل والدمبلز رو مده زوز اشهر بزوز حصص في الجمعه ويقوموا باربع سته سيريات تكرار تقريبا ما بين 8 و 12. نتيجه انه التمرين نتاع الايزوليشن اعطانا اكثر هايبرتروفي في البايسبس والبايسبس براكيالس. اختلاف موجود لكن نستناو اكثر تاكيد في الموضوع هذايا. لنا فقط اللي ننصحكم به يا بطال انكم تكونوا منطقيين في اختياراتكم وتعرفوا كيفاش توظفوها في البرنامج نتاعكم طريقه تخليك تخدم العضله نتاعك من زوايا مختلفه. لهنا ذكاء كبير يلزمك ويلزم تعرف تختار التمارين وكل تمرين شنية العضله اللي باش يخدمها والزاويه اللي باش يركز عليها اكثر. نجي نكونوا عمليين اكثر ونحكيوا على مثال واقعي وباش نطرحوا الموضوع هذا ونطرحوا كيفاش اختياراتنا للتمارين حسب الهدف نتاعنا. لهنا حطيت الاختيار على الكونفنشنال ديد ليفت وعطيت القطع ومقطوع وجماعه المتعصبين نعرف ما همش باش يكونوا موافقين شويه لكن بالحق الكونفنشنال ديد ليفت نجم نمشي معك ونجم نتفاهم معك كان انت الهدف نتاعك سترينث كان انت تحب تطور من القوه نتاعك وتحب تخدم عليها اكثر ينجم يكون الكونفنشنال ديد ليفت كي يكون موجود في البرنامج نتاعك ينجم يكون من احسن التمارين اللي يخليك تطور من القوه. لكن كان انت الهدف نتاعك الهيبرتروفي وتحب تدفع الكتله العضليه نتاعك للنمو ما ينجمش يكون من احسن
احسن تمارين. وما نجموش نكونوا متفاهمين في الحكايه دي خاطر كونفنشنال ديد ليفت واوني باش نفسر اللي لازم الاختيارات نتاعك تكون حسب الفاتيج ستيمولس ريشيو. هذه سبق وحكيت عليها على انستغرام. دونك الجماعه اللي مازالوا ممشي تبعوا فيها على انستغرام تعملوا فولو خاطر غاديك رانا نتفاعلوا اكثر ونحكيوا برشا في المواضيع، واليوتيوب هذه تعكس التفاعلات غاديك اللي نحكيوها على انستغرام. دونك ما تنساوش باش تعملوا فولو على انستغرام. دونك لهنا نرجع للستيمولس فاتيج ريشيو، لازمك اختياراتك للتمرين حسب التعديلات هذه. دونك من الاصلح انك تختار التمارين اللي ما تعملكش برشا فاتيج برشا تعب مقارنه بالحاجات اللي باش تدفع الكتله العضليه للنمو. لهنا الكونفنشنال ديد ليفت اللي نعرفوه اللي هو تمرين مرهق برشا وباش يخليك تتعب برشا مقارنه بالستيمولس وبالحاجات اللي باش تدفع الكتله العضليه للنمو، معناتها ماهوش بالحق من التمارين باش تدفع برشا الكتله العضليه نتاعك للنمو. يعني هنا الفاتيج اكثر من ستيمولس في التمرين هذا مقارنه بتمارين اخرى. كيكون انت الاختيار نتاعك الصائب يلزم من المحبذ انك تختار التمارين اللي يكون فيها اقل فاتيج مقارنه بالحاجات اللي باش تدفع الكتله العضليه نتاعك للنمو. لهنا الاختيار يولي صائب اكثر، معناتها حسب الهدف نتاعك. كان انت باش تخدم على هايبرتروفي ماذا بيك تختار التمارين اللي يكون فيها بالحق اقل فاتيج بشكاكه، تنجم تعمل فريكونس وتنجم تعمل اكثر فوليوم تاع خدمه، وهذا باش يخليك تطور من الكتله العضليه نتاعك وتبعد شويه على التمارين باش تعمل لك برشا فاتيج برشا تعب برشا ارهاق وماهيش باش تعطيك الدفع اللازم باش تدفع الكتله العضليه نتاعك للنمو. نعرف 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 السؤال تاعك اللي الابطال قاعدين يتسالوا فيه. به عرفنا احنا تو التمارين كيفاش نختاروا التمارين تاعنا، عرفنا الترتيب بتاع التمارين. ايه فما برشا تمارين، وقتاش نبدل؟ عندكم الحق. لهنا من الناحيه العلميه الحقيقه ما لقيتش جواب واضح على السؤال هذا، لكن يلزمنا نمشيو للناحيه العمليه. من الناحيه العمليه علاش فما برشا تمارين؟ برشا تمارين موجوده باش تخدم اكثر من زاويه، باش تخدم بالحق العضله نتاعك من الزوايا الكل، لكن ماهمش التمارين الكل معناتها مختلفه على بعضها. فما تمارين تقريبا نفس الزاويه تخدم لك نفس العضله. لهنا كما قلت لكم نرجعوا للذكاء في استعمالك للتمارين هذه. ما تجيش انت عندك 20 تمرين مثال للساقين جي تصبهم الكل مع بعضهم في اول البروجرام نتاعك ولا في اول ميزوسايكل نتاعك وتقف غاديك وما تلقاش بعد شو باش تبدل. لازمك تكون ذكي وتعرف كيفاش تمشي كل مره حكايه، تعدل كل مره حكايه، تبدل كل مره حكايه، ما تعملش بالحق كيما اللي نعرفوهم قبل في القرايه. كي كنا نقراو ويجيك معناتها تلقاك عندك سؤال على شابيتر معين وانت حافظ الشابيتر الكل، جي تصبهم الكل مع بعضهم وتخرج على الموضوع. ما نعملوش الحكايه هذيا، نكونوا بالحق موضوعيين في اختياراتنا، وعندك الوقت في الميزوسايكل نتاعك باش تعمل التغييرات اللازمه وتكون بالحق بروغريسيون بشوي بشوي. كما حكينا في الجزء الاول الرياضه هذه لازم تتمرس وتتعلم المهاره وهذا ياخذ وقت، يعني ما تجمش تعطي لجسمك برشا حاجات مع بعضهم وتحبه ويتفاعل ويتقدم في وقت قصير. ايه هنا نشوفه في مستر اولمبيا وبرشا ديزاتليتي هبطوا كل حصه يترنوا تمارين جدد. ايه شنو اللي زايدين علينا؟ قبل ما تعمل مقارنة هذه يا صديقي البطل يزمك بالحق تكون موضوعي شوية وواقعي. قبل ما توصل لبعيد شوف روحك واسأل روحك الأسئلة اللازمة باش تعرف بالحق علاش هو يخدم برشا تمارين. هل انت عندك نفس سنوات التمرين كيف هو؟ هل انت بالحق عندك نفس الجينيتيك اللي هو عنده؟ هل انت بالحق تستعمل في نفس الحاجات اللي هو يستعمل فيها؟ هل انت تعيش نفس العيشه اللي هو يعيشها؟ هو قاعد هذيك خدمته، هذاك الاوبجيكتيف نتاعه، هذيك الخدمه اللي يخدم فيها. دونك قبل ما تدخل في المقارنات هذيا اقرا حساب الحاجات هذوما. فما حاجه اساسيه ابطال يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار لهنا، اللي كي باش ننوعوا برشا في التمارين هذي باش يشكل برشا ارهاق وباش يعمل برشا هدم عضلي وباش ياخذ وقت للاستشفاء، وهذايا مش باش يخليك تعمل الفريكونسي اللي حاجتك بها، وهذا باش يقف عائق قدام الفوليوم اللي تحب توصل له. وكيما قلنا الفوليوم اللي هو المفتاح الاساسي للدفع الكتله العضليه نتاعنا للنمو. لازم تبدل التمارين صحيح، لكن مش بالطريقه اللي ما تخليكش تتبع البيرفورمانس نتاعك والتطور نتاعك من مايكرو سايكل مايكرو سايكل ومن ميزو سايكل ميزو سايكل. دونك لازم تكون الاختيارات نتاعكم مناسبه باش تجموا تقيموا التطور نتاعكم في البروجرام ككل. كملنا مع اختياراتنا للتمرين وترتيبها ووقتاش نقوموا بالتغييرات اللازمه. تو باش نتعداو للراحه اللي يستحقها الجسم ما بين التمرين والتمرين وما بين السيري والسيري خاصه، واللي بالحق نرجع لهنا للهرم واللي حكينا فيه في الاجزاء الاخرى اللي كل فاريبل عنده علاقه بالاخر. ولهنا باش نجيو للعلاقه ما بين اختيارك للتمرين والراحه
الجسم بتاعك يستحقها بالحق. ما تجمش تحكي هكاك في الابسولو بالحق. كل عنصر من الهرم هذايا عنده علاقه مباشره بعنصر اخر. دونك لهنا لازم يكون الاختيارات بتاعك ذكيه وتمشي مع بعضها وما تكونش عندها تاثير على البروغريسيون بتاعك في البروجرام بتاعك. لهنا نجيو لاختياراتنا في التمرين الكومباوند اكسرسايز مقارنه بالايزوليشن اكسرسايز. كما قلنا الكومباوند اكسرسايز باش يخدم اكثر من مفصل، دونك هذا ياخذ اكثر انرجي، بالتالي يستحق اكثر راحه مقارنه بالايزوليشن اكسرسايز. كيما عطيت مثال لهنا سكواد وليك كير، بالحق تنجم تحسوا المثال هذا كي تبدا تترانا فما فرق كبير كي تخدم سكواد. بالحق ما تنجمش تعمل سيري اخرى بنفس المجهود تقريبا الا ما تاخذ بالحق وقتك للراحه وتسترجع الانفاس نتاعك. خاطر بشق روحك تلهث، خاطر يعمل برشا ستريس على الجسم كيما حكينا على الكونفنشنال ديد ليفت. بالحق فما ارهاق كبير، دونك يستحق اكثر وقت للراحه مقارنه بالايزوليشن اكسرسايز. دراسات تاكد انه كي تاخذ راحه كافيه دقيقتين تقريبا او اكثر، هذا يساعد اكثر في تطوير سمك عضله البايسبس ترايسبس ومنتصف الفخذ مقارنه بالجماعه اللي ترتاح دقيقه برك. هذا راجع كما قلت لكم، اقل وقت راحه باش يخليك ترفع اقل وزن باقل تكرار. هذا ياثر بشكل مباشر على الفوليوم اللي كيما حكينا هو العنصر الاساسي ومفتاح النمو العضلي. هكا نجيو لاخر عنصر في الهرم مدايا ابطال اللي باش نحكيو عليه، اللي هو التيمبو والايقاع متاعنا. وما خليناش اخر واحد، يعني ما عندوش دور، فريمون عنده دور لكن ماهوش بالاهميه متاع الفوليوم والانتنسيتي والفريكونسي. دونك لهنا نشوف برشا عباد يركزوا على الحاجات اللي من فوق بالحق، الحاجات اللي مش عندها الدور الكبير فريمون كيما الفوليوم والانتنسيتي وغيره. دونك يزمك تاخذ بعين الاعتبار الحاجات هذوما، تاخذ بعين الاعتبار العلاقه اللي ما بيناتهم، لكن التركيز الكبير يكون على الحاجات الاساسيه خير من يتركز على الحاجات اللي هي اقل اهميه وهنا باش نحكيو عليها. دونك التيمبو اللي باش نحكيو عليه لهنا، الايقاع اللي باش تقوم به في السيري نتاعك وقديش باش تخلي العضله نتاعك تحت الضغط، قديش وقت باش تخليها تحت الضغط، باش ياثر كما قلنا بشكل مباشر على الانتنسيتي، والانتنسيتي باش تاثر لنا بشكل مباشر على الفوليوم. نجيو نشوفوا الدراسات شنو باش تقول لنا في الحكايه هذه وشنو راي العلماء على تاثير التيمبو في الهايبرتروفي. في دراسة قاموا بها دامت 8 جمعات قارنوا فيها جروب يترناو باور ليفتنج ستايل شارجر زين 3RM، يعني أقل تايم أندر تنشن تقريبا 9 سكوندات مقارنة بالبودي بودينج ستايل اللي كان 10RM وعطانا 30 سكوندة. زوز قاموا بنفس الفوليوم تاع الخدمة، النتيجة ما لقاوش حتى اختلاف في الجروث متاع البايسبس. مهم جدا انك تركز على العضلة اللي انت قاعد تخدم فيها وتتحكم في الوزن اللي انت قاعد تخدم فيه مش العكس، ويولي الوزن هو اللي يتحكم في مدار الحركة وماخذ عليك الهف. هكا نكون وصلنا يا ابطال اخر فيديو هذيا، ان شاء الله تكون عجبتكم السيري هذيا، ان شاء الله تكون عطاتكم افادة اللازمة، ان شاء الله تكون وضحت لكم برشا حاجات، ان شاء الله تكونوا تويكا تنجموا تعملوا البروجرام الخاص بكم انتوما. نستنى الاقتراحات بتاعكم تاع سيريات جدد، خليوا لي في التعليق كان تحبوا نحكيوا في موضوع اخر ونفسروه ونطرحوه بالكيفية هذيا. كان عجبتكم السيري هذيا ما تنساوش تحطوا لايك باش نعرف لي الموضوع هذايا بالحق كان مفيد لكم انتوما وقدم الإضافة، هكاك يعطيني الدافع المعنوي باش نجمو نواصلو ونقدمو أكثر. ما تنساوش خاصة باش تعملوا سبسكرايب وتبارتاجيو الفيديو هذيا باش الكوميونيتي تكبر. وأنا مبقالي كنقول لكم I'll see you next time يا أبطال.